نرحب بكم جميعا معنا على قناتنا، قناة مستشفى العشاب على يوتيوب. اليوم نتكلم عن فوائد من زيت البصل والبصل. لماذا البصل خيار رائع للبشر؟ لماذا البصل خيار رائع للشعر؟ لماذا البصل خيار رائع من أجل صحتنا؟ وش فيه البصل؟ ما هو مصدر قوة فائدة البصل؟ ماذا يوجد في البصل ليهتم به الناس؟ البصل يحتوي على مادتين فريدتين للغاية وطبيعيتين مفيدتان جدا للإنسان. المادة الأولى اسمها أوليليم، والمادة الثانية اسمها أوليليل ديسولفيد. المادتين هذولا هن أحد أنواع الإليسين. بيساهم جدا في أشياء مهمة ورائعة للإنسان. واحد بيجعل الأوعية الدموية لينة ولا تتسدد بالخثرات وخلافه من الدم، زائد بيخفض مستوى ضغط الدم. ثلاثة، البصل عبارة عن كبريت طبيعي نباتي آمن إذا استخدم بالطريقة الصحيحة للبشرة وللشعر وللجسم. يزيل الحبوب والبثور والالتهابات ويجعل البشرة مشرقة جدا. البصل لا يوجد به معادن كثيرة، كميات كبيرة من المعادن ما فيه، ولكن فيه كل أغلب أنواع المعادن موجودة فيه. نعم الكميات التي فيه قليلة، ولكن يحتوي على أكثر أغلب المعادن في الدنيا موجودة فيه، ويحتوي على فيتامين سي، ويحتوي على فيتامين بي 6 وفيتامين بي 9، ويحتوي على الفوسفور، المنغنيز، المنغنيزيوم، الكبريت، الحديد، الكالسيوم، البوتاسيوم، زائد بأنه ما فيه كوليسترول، زائد ما فيه دهون. هذا البصل. ولذلك دائما نقول للمرضى السكري أكلوا منه. اللي عندهم روماتيزم، روماتايد إلى آخره، بقولهم أكلوا منه. اللي عنده التهابات بجسمه بقولوا له أكل منه. اللي عنده مشاكل بالقلب بقولوا له أكل منه. ليش؟ لأنه بيطري الشرايين والأوردة، بيخليها طرية مرنة، ما بيخليها ما تتصلب، ما بيعمل تصلب شرايين، ما بيعمل، فبيخلي الشرايين والأوردة الطرية مرنة مطواعة للدم. يعني لما يجري فيه الدم ما بيلاقي مشاكل، ما بيسمح، ما بيعطي مجال للتسدد. ليش؟ لأنه مرن، خلي الأوعية الدموية تفتح وتسكر بمرونة كبيرة جدا. زائد بأنه بيضبط الكوليسترول، بيضبط التنسيون، بيخليه ما يرتفع نهائيا. ليش؟ لأنه ما بيخلي بيخلي الدم يمشي بالأوعية، بالشرايين، بالأوردة بشكل جيد. وأفضل فترة لتناول البصل علميا هي مع الإفطار. مع الإفطار من الخيارات الرائعة جدا للبصل. طبعا البصل يحتوي أيضا على فيتامين ه، فيتامين إي، فيتامين أو بالفرنسي فيتامين الجمال، ها، بيحتوي أيضا على فيتامين، على الريتينول، بيحتوي على فيتامين ألف. مصدر البصل مصدر كبير للفلافونويد والفيتامينات والمضادات الأكسدة، بيعمل حماية رائعة جدا ومميزة للشعر وللبشرة، بكافح علامات الشيخوخة. مادة الكبريت الطبيعية النباتية العضوية الموجودة بالبصل تمنح العظمة
والقوة والجبروت والسيطرة على الالتهابات وعلى إزالة واكتساح الجذور الحرة، وبالتالي يعتبر زيت البصل أحد الزيوت الرائدة في عكس الشيخوخة. إذا عملتي، إذا عندك مجموعة من زيوت عكس الشيخوخة ضروري تحط فيها زيت البصل، ضروري جدا. ليش؟ لأن أحد الزيوت المجلية المجلجلة في عكس الشيخوخة، زائد بأن البصل منقي للدم. مضادات الأكسدة الفاخرة الموجودة في البصل تعمل على إزالة السموم من الجسم ومن مجرى الدم، بيمنع أي فرصة لحدوث تجلط بالدم، زائد بأنه بيستخدم زيت البصل، والبصل في إزالة الندبات، في إزالة التاتو، في إزالة بقايا آثار حب الشباب القديمة، آثار الجروح القديمة، مغذي للبشرة من حجابه، بأنه يجعل البشرة صافية بعد الاستخدام لمدة 3 أيام. بعد ما نستخدمه لمدة 3 أيام تبدأ البشرة أكثر وضوح وأكثر إشراقا، زائد بأنه خالي من الشوائب بيجعل البشرة مشرقة للغاية، زائد بأنه بيحتوي على فيتامين سي، بيحتوي على المضادات الجراثيم، ومادة مطهرة رائعة جدا للبشرة. البصل يكفيه فخرا بأنه بيحتوي على الكبريت الحبوي الطبيعي المنقي للدم، معقم للجسم، معقم للبشرة، معقم للشعر، بيخلي الشعر ينوض ينطلق بغزارة، بيعالج المشاكل بصيلات الشعر، بيشيل الالتهابات من بصيلات الشعر ومن فروة الرأس بجدارة، بيشيل الطبقة الصفراء هاي اللي إذا حد عنده طبقة صفراء براسه متراكمة من سنوات، خصوصا اللي شعرهم طويل ودهني بتلاقيه عنده طبقة هون إذا حكوها بتطلع معهم تحت الأظافر. هذه زيت البصل من الزيوت التي تكتسحها بنجاح تام وتمنع عودتها، خصوصا إذا أحسن استخدام زيت البصل لجلدة الرأس بإذن الله تعالى. طريقة استخدام زيت البصل، كيف نستخدم زيت البصل، وحتى البصل كيف نستخدم، شو ما هي الطريقة الصحيحة يا جماعة لاستخدام زيت البصل وحتى عصير البصل. أولا بالنسبة لعكس الشيخوخة أو منع يعني تأخير شيخوخة البشرة، يتم تطبيق زيت البصل مباشرة على البشرة، وما في حاجة يعني غالبا أننا نضيف له زيوت أخرى، لأنه أصلا زيت البصل ليس له رائحة، ما له رائحة مثل ما بتعتقدوا زيت البصل. اثنين، بالنسبة لحب الشباب يتم مزج زيت البصل، أو إذا يعني واحد بيقولك أنا وحدة وواحد بيقولك أنا ما بقدر أشتري زيت البصل، طيب ممكن أستخدم عصير البصل، حط عصير البصل وتحمل ريحته وما عندك مشكلة. طبعا زيت البصل قلت إنه ما له ريحته خفيفة جدا، يعني لا يظهر إنه حاط الواحد بصل غالبا. يمكن تطبيق زيت إذا حب شباب، ممكن واحد يحط زيت البصل أو عصير البصل ويمزج غالبا بزيت، إما زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو. طيب ممكن نمزج زيت البصل مع زيت اللوز المر؟ نعم ممكن نمزج قطرات قليلة جدا من زيت البصل من زيت اللوز المر بدل زيت اللوز الحلو، إذا حب الشباب متنفخ جدا، لأنه زيت اللوز المر قلت في فيديو سابق بأنه زيت عاتي لإزالة التورم بالجسم.
زيت سبق وقلت أنا بأحد الفيديوهات السابقة قلنا بأنه تكلمنا عن زيت سابقا عن زيت اللوز المر، قلنا من أحد فوائده وأحد صفاته بأنه بزيل التنفخ والتورم بكميات قليلة جدا، ويمزج مع زيوت أخرى لتخفيف وطأته. طيب زيت البصل أحد الزيوت المهمة جدا في إزالة تصبغات البشرة، ولا يقل أهمية عن زيت القرفة وعن زيت الجوز القرقاح وعن زيت النوازيت الأسترالي وعن زيت الكيوي الجبار وعن زيت تمر الورد الرائع جدا لتصبغات البشرة. طبعا في زيوت أخرى، لكن زيت البصل إذا التصبغات أو النمش أو الكلف سبب التهابي المنشأ، سبب إيش؟ التهابي المنشأ. شو التهابي المنشأ؟ ما هو التصبغات اللي بالوجه لها أنواع، في منها بسبب الشمس فالجسم بيطلق الميلانين كميات كبيرة وبتبقى آثاره ليحمي الجلد من الأشعة البنفسجية ومن ضررها، ومن تمددها بالجلد وعشان ما تحترق البشرة. في أسباب هرمونية، في أسباب التهابية. شلون الأسباب التهابية؟ مثلا واحد بيطلع له أو واحدة بيطلع له حبوب بوجهه أو بثور بوجهه، تشفى ولكن تبقى آثارها على الوجه، فبصير إيش؟ أسباب، فبيظل مكانه مثل الصبغة. فالبصل متخصص جدا بهذا النوع من التصبغات، يعني واحدة طلع الحبوب أو دمامل أو بثور أي مكان بالجسم لضرور الوجه. طبعا كل عندنا بالدول العربية لما تقولي لواحدة شو معنى البشرة تقول لك البشرة الوجه، لا، البشرة الجلد كله. لما نقول كلمة بشرة مش بس الوجه، لا، كل الجلد، أي مكان الجلد كله. فزيت البصل متخصص بإزالة التصبغات التهابية المنشأ، وطبعا يمزج بالنسبة للتصبغات يمزج مع مسحوق الكركم والزبادي، مع مسحوق الكركم أو زيت الكركم والزبادي. ولتفتيح البشرة نأخذ زيت البصل مع القليل من الدقيق وقليل من قشطة الحليب مع قليل من مسحوق جوزة الطيب، نعملهم مثل عجين ونفرك فيهم البشرة، بيفتح البشرة جدا جدا.